من الحاجات اللي قالها لنا محمد جمال في الدقهلية ان محافظة الدقهلية كانت عاملة يعني تسير بعض العربات والسيارات اللي التابعة للمحافظة بمكبرات صوت بتدعو الناس للنزول. اي نعم هم يعني ما كانوش بيدعوا للنزول للتصويت لصالح كتلة معينة او قائمة معينة او مرشح بعينه، لكن هل ده يعني يجوز؟ اولا انا تقديري يجوز ام لا يجوز، هو مش ممنوع قانونا الدعوه للمشاركه ما دام ما عملتش انحيازات في القانون يجوز. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، ده التراث السلبي للي حصل في استفتاء 2014 وانتخابات الرئاسه 2014. ايه هو؟ انه كان بيحيي المحافظين اللي نسبه المشاركه عندهم كانت عاليه، فكان بقى الناس بتبحث على انهم يتم شكرهم لان نسب المشاركه عاليه. الكلام ده كلام خلص اوانه. معيار الكفاءه مش معيار ان الناس عندك في المحافظه نزلت، الناس عندك في المحافظه نزلت انها عايزه تشارك، مش انك مشيت العربيات. معيار الكفاءه دلوقتي، معيار الكفاءه اهم، مش معيار كم واحد. محطات الصرف الصحي شغاله كويس ولا لا؟ بالظبط. يعني خلي بالك، مسدوده ولا لا؟ حتى البيروقراطيه المصريه عندها يعني خبرات متراكمة. أحد الخبرات اللي رقمتها في الاستفتاء وانتخابات 2014 إن بيتم تحية المسؤولين لما محافظة تجد مشاركتها، وده كان تراث غلط. دي مش مسؤولية المحافظ ولا مسؤولية الإدارة. طيب.